الفلسطينية واللبنانية شعب واحد. الله أكبر. نحن لا نريد التوطين في لبنان بقدر ما هو أن نأخذ حقوقنا كاملة، وطبعا نحن لا نرضى إلا أن نعود إلى وطننا فلسطين. ما في شك هذا القرار هو عبارة عن تضييق على الشعب الفلسطيني في لبنان. بارك الله فيهم، عايشين زي الإخوة، الأخت حد لبنانية، عايشين زي الإخوة، بس شو؟ ما مش معناه طمعان البلد ولا من يحزنون، نحن بس هدفنا نعيش بكرامة. ليش بكرامة؟ هالشباب اللي بيتعلم يشتغل ياخد حقه، ما بدنا نتجنس، ما يفكروا مشاركينهم بأرضهم. هالشباب بيتعلم يلاقي وظيفة، محرمينا من 72 وظيفة، شو ضللنا يعني غير عفوا الهاي؟ حتى هاي ملاحقين عليها، ملاحقين عليها. طب شو بدك إجازة عمل؟ ما هو فيش عمل، أدفع إجازة وهو فيش عمل، بس المهم خدوا مصاري. إحنا صرنا 70 سنة هون متحملين كل هالظلم والقهر والمرار، وعم نفكر بالعودة على فلسطين. يعني إحنا بزمان ما كنا طمحانين إنه نكون يعني ناخذ جنسية أو ناخذ هذا، فإسا بتيجي بهالوقت بعد 70 سنة من الحرمان والظلم بتيجي بدك تنفذ صفقة القرن، تعطيني تقيم عني صفة لاجئ وتحط علي إنه صفة أجنبي. فهذا القانون يلي أخذوه بده يضر قرايبنا، أهالينا، شبابنا. إحنا طبعاً كل شاب فلسطيني بلبنان بنعتبره فرد من أفراد العائلة. شفتوا في شعب لبناني متضامن معنا ونشكرهم يعني. بيتنا، جيراننا، أحبابنا أخذوا مننا، أخذنا منهم. آخر الشيء بنقول لهم بدنا إجازة عمل. هني اصلا مش طمعانين ببلادنا، وهني اكبر ثقافه هي عند الفلسطينيين. يعني هلا لبنان الشعب اللبناني، مش الشعب عفوا، السياسيين لو بيعرفوا الاضرار اللي بتنزل عليهم كانوا تراجعوا عن قرار من زمان. انا كلبنانيه بصف قيمك انه انا زوجي فلسطيني، بس انا مع الفلسطينيه ومن حقهم ياخذوا حقوقهم ومثله مثل اللبناني، لانه له 70 سنه مظلوم، وهذا الشيء بأثر عليه أكتر. يعني هيدا القرار اللي طلعه الوزير بأثر عليه أكتر وبيضايقه أكتر، فعيب. توجه صحي كتير، ولكل لبناني إسا هو واقف معنا، لأنه كمان في لبنانيين كانوا واقفين معنا وواقفين بصفنا إنه إحنا لازم نضل إنه يساعدونا. مخيم بحب الكعبات، يعني بحب من كل محل من جميع اشكال الطاوس. والله هم اليوم لما الفلسطينيين بلبنان بناكلوا ولا بنشرب نحن. انا زبين، انا بياع خضره، زبيني كلها فلسطينيين. غير عم يسالوني انت لبناني ولا فلسطيني؟ قلت له لا يا حجه، شو عم تسال السؤال؟ قالت لي، قلت له انا لبناني وامي فلسطينيه. قلت له وحده الله يا حجه، نحن اخو وما مرقيت هالشيء اللي عم بصير. Let's go.